السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي المشتركات والزائرات، نرحب بكم حبيباتي مع درس جديد وفيديو جديد نعطيكم فيه دائما الجديد والمفيد. نرحب بكل المشتركات الجديدات والعزيزات على قلبي، نقول لهم مرحبا بكم في قناتكم الرائعة، قناة القمة اللي تمد لكم لاباز تاع الخياطة والفصالة، نمدها لكم من القلب للقلب. نتمنى تستفادوا وتستمتعوا بقناتكم هذه الجميلة والرائعة. في الفيديو تاع اليوم حبيباتي عندنا بلديت خدمناه في البروكار، نوعية القماش البروكار هذه اللي تليق للقفاطن وتليق للبلديت وتليق ثاني اللي صواري اللي حبي يدير. هذو كيما راكم تشوفيهم هذو ليمونش، انا فصلتها الساعة بالداخل في الخارج، خيوريت لكم الطريقة في قدام درس وقدام فيديو، ودوك نحط لكم الرابط في صندوق الوصفة، رابط الداخل في الخارج. المهم عزيزاتي كي فصلتها بالداخل في الخارج حطيتها في المكنة الرقمية وطرزتها بالطرز هذا المنفوخ اللي راكم تشوفوا فيه على لاغون او يجي منفوخ، ودوك كي كملت فيها حتى العتبة هاهي امام وخلف. دوكا جبت راح نكمل معاكم مراحل التفصيل ومراحل التزيين تاع الفستان هذا البلدي العادي اللي ما فيهش بانس بانساس. ممكن ديروا لي بانس هنا، هذا مكان حنزينه بالاحجار هذه اللي راكم تشوفوا فيها احجار، هذه في كل ورده نحطو كيما هكا اغلى، وليزيستراس هذو يجيو هنا في الاماكن هذه ولا في اللويات. الخيط هذا راكم تشوفوا فيه الخيط الجميل هذا حنستعملو من الخلف، لان فتحة الرقبة من الخلف كما راكم تشوفوا فيها راهي مفتوحة بزاف، لازم لها هنايا خيط جميل وانيق نديروه للفستان هذا. اول حاجة نبداو حبيباتي دائما نجيبو القيس تاع السيدة اللي حنخدمو لها، نحطو امامنا ونبداو نحطو المقاسات بشكل طبيعي من المغلوق للمفتوح. عندنا الكتاف 39 دائما نطوي المتر على 2 بالشكل هذا. القيس الوحيد اللي ما نزيدلوش حق الخياطة هو عرض الكتاف، نوضو دائما هنا فوق نقيسو ابتداء، هنا حندير البداية منا سمي زايدة هذه، ونقصها باش ما تبان لكمش زايدة، خاطرش دوك انا في الطرز نتبع دايما الطرزة هي اللي تعين لي فتحة الرقبة. نقيسو 22 سنتيمتر خط التركيز ونرسموه بالشكل هذا، يعين لنا زاوية قائمة مع خط الصدر اللي هو هنا. نعينو ثاني وحنا هنا خط الخصر نديرو 40 سنتيمتر، نعينو خط الخصر هاهو، من خط الخصر نعينو خط الأرداف قياس 22 سنتيمتر بالشكل هذا. عيدنا الخطوط نجيو هنا نرسمو حردة الإبط، نخرجو بثلاثة سنتيمتر ونقسم الخط هذا الى 2 وندخل باصبع واحد اللي هو 1.5 سنتيمتر، نعين ميل الكتف اللي هو 1.5 سنتيمتر ولا اصبع ونرسم ميل الكتف. هنا فتحة الرقبة معينتها الموتيف هذه، نخليه غير اصبع كيما هكا، ونلقاو هنايا راهي 7.5، هاي كيما راكم تشوفوا فيها 7.5 معينة خالصة هنا. داك الموتيف ثاني راهي تتخدم بلوجيسيال وتندار القيس تاعها طبيعي. نوصلوا دوكا النقاط، نرسم بالبرتقالي باش تشوفوا اصفر ما بانش مليح لان الفستان اصفر. نوصلوا دوكا النقاط من النقطة هذه تاع الكتف لهذه ثم لهذه. اول حاجة نديروها هي نحطو الساع القيس تاع دائرة الصدر اللي هو 110، مية وعشرة
عطونا نقيس ربع القيس زايد 2 سنتيمتر حق الخياطة، يعني نحطو الميطة بالشكل هذا. هاي 2 سنتيمتر هنا، ونرسمو دوكا حرف الأبد بالشكل هذا. نتبعو دايما آخر قيس هو هذا، ونرسمو نوصلو النقاط بعضها البعض بهذه الطريقة. نديرو دوكا هنا الخط الخصر، نحطو قيس الخصر زائد حق لبانس. في حال الأخوات اللي ميحبوش يديرو لبانس، يحطو القيس تاع الخصر ربع قيس الخصر زائد 2 سنتيمتر فقط. كيما نقولو الخصر هنايا عندنا 100، نجيو نقيسو 100 بالشكل هذا. قيس الخصر 98، 98 قيس الخصر، نطويو على 2، نزيدو على 2، نلقاو ربع قيس، نحطوه بالشكل هذا. هذا هو ربع قيس نحطوه في خط الخصر. في حال ما مش حنديرو ليبانس، نزيدو غير 2 سنتيمتر نمورو هنا. اما لا حابين نديرو ليبانس هنا في الخصر، نزيدو 3 صباع هادو اللي هما 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر قد 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر اللي هي هنا. نوصلو دوكا ما بين النقطة هذه لهذه بالشكل هذا. دايما كي نعينو نقطة نوصلوها مع النقطة اللي قبلها. دركا بقى لنا خط الأرداف اللي هو هنا، نجيبو القيس تاع دائرة الأرداف اللي هو 118 هاكا، هذا الصفر وهذه 118، نطويو المترا بالشكل هذا على 4 ونتحصلو على الربع، ونحطو المترا بالشكل هذا. سنتيمتر تاعنا بالشكل هذا تبقى مكسله منا، باش هنا نعرفو نزيدو سنتيمتر، نزيدو 2 سنتيمتر فقط، ونوصلو النقاط مع بعضها بالشكل هذا. باترون هكا كمل. بقى لنا دركا اخواتي ما الفستان انا دايرته من قبل، ها هو عينتو وكنعينو معاكم. كي تعود الموتيف كيما هكا، انا نزيد عليها غير 2 صباع، هذا هو الطول. نطلع كيما هكا 2 صباع اخرين، ونقسم القيس هذا، نقسم المسافة هذه الى 2، ومن 2 صباع هذو نمشي بالانحناء هذا حتى له بالشكل هذا، نكون عينت الطول الرئيسي وميل الفستان. نجي دركا من النقطة هذه تاع الأرداف للنقطة هذه، ونرسم خط مائل. كاينة نقطة ليا هنا برك، نرسم هذا، نرسم خط مائل بالشكل هذا بالمترا، وكأنها مسطرة بالشكل هذا. نديروهاش مقوسة، خطاش كنديروها مقوسة الفستان حيولي فيه تقواس في الجهتين وحيجي طايح، مندوش شكل مليح. هاكا نكونو كملنا الباترون ووصلناه بكل براعة. بقالنا غير القص هذا المكان، نبدأ نقص دائما من الفوق من التحت كما راكم تشوفوا. نزيدو نديرو ميل الكتف، نقص دائما ما نخرجوش على الخط، ما نخرجوش عليه وما ندخلوش عليه، دائما نمشيو فيه.
تشوفوا القص بكل بساطة. نجي نقص لك الميل هاني عينته. هاكا نكونوا كملنا. قلنا غير نفتحوا الرقبة. الرقبة هنا راهي ما متروزة. انا دوكا وريت لكم الطريقه باش تتعلمت الفصاله وما عندهاش طرز تروح تطرز برك وتجيب تفصل وحدها وتخيط وحدها. تبعوا دوكا الفتحة الرقبه كيما راكم تشوفوا الشكل تاع الموتيف. ديروا غير حق الخياطه 1 سنتيمتر بهذا الشكل وتفتحوا فتحة الرقبه بالطريقه هذه. طباشير دائما امحيوه. انني رسمت فوق القماش لانه عندي الموتيف ما حبيتش نقلب. رسمو دائما بلون التمحى. هذا راه ما يبانش راك شوف في جهه الخياطه واني درتو على جالكم دوك باش تشوفوه. دوكا باه نديرو لي بانس. طريقه اخرى نديرو بها طريقه اخرى سهله نديرو بها لي بانس تاع الفستان. تعود القندوره تاعكم مطروحه بالشكل هذا تطويو بالطريقة هذه. تطويو كيما هكا بالطريقة هذه. نعطي لكم الطرق كامل تاع لي بانس. تطويو وتخرجوا ناقيمة الخياطة كيما راكم تشوفوا. تحكموها هكا بلي زيت بانجل. تقيسوا منا لهنا. قيسوا منا لهنا من الحافه هذه لهنا 30 سنتيمتر. نعاود نقيس. انا بما انها الموتيفه جاتني هنا نورمالمون ندير هذه بانس من بعد نطرزها. انا حنهبط شوي نهبط تحت الموتيف ونعين بانس تاعي من الامام. باش كنديرها هنا راح تجيني فوق الطرزة. نهبط على الطرزة كيما هكا ونقيس 22 سنتيمتر. هاي طريقة سهلة جدا للمبتدئات باش يديروا بها لي بانس. نقيسو بما اني هبطت نقيسو 20 سنتيمتر للامام برك وحدو باش ما تجيش البانسة هابطة. انا هبطت على جهة الطرزة وترسموا البانسة تاعكم للجهتين مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. نرسم لكم بالبرتقالي باش تشوفوا. راني نرسم الجهتين مع بعضهم. ها تقسموها هنا في النص. هنا في المنتصف تخرج باصبع اللي هو 1.5 وتوصلوا النقاط بالشكل هذا. هذا هو القيس تاع الخياطة. تجيو هنا تحكموه بديزي بانجل باش كي تروحوا تخيطوا يجيكم سهل. هذا بالنسبة للأمام كملتو. نفس الطريقة نطبقوها مع الخلف. نفتح هذا هكا لأني حكمتها بديزي بانجل باش تجيني قد قد والطرزة ما تتعوش. نشتي كل شيء نحكمه بلي زيبان كيما راكم تشوفوا راني حاكمتها من كل جهه. كملت دوكا هذا نفتحو لازم نحكم. مزال محكوم. نجيو للجهه هذه ثاني نزيد نطبقها بالشكل هذا ونحكم البانسه باش يجي الفستان مخصبر وباهي. اللي ما تحبش دير البانس كيما قلت لكم ما ديرش. هذه حريه خاصه. كملنا دوكا لي بانس تاع الامام. بقاو لنا تاع الخلف. دوك نوريكم كيفاش نديروه. شوفوا معايا راني تخصبت من الامام. هذا الامام تاعها درنا لي بانس حنطيحو هنا ما بين الطرزات.
انا بكا غير الطبطين، الطبطين نديرو بلون مغاير بني، ساتان بني، اختار شريم طروزة بالبرونز، الشعرة تاع البرونز لازم نبطل هنا بالبني. دوكا كيما راكم تشوفوا الامام كملته، بقى عندي البانس تاع الخلف بنفس الطريقه. شوفوا كيف درت، نفتح هذا ونطويه بالشكل هذا، نحل بك لي بانس لي زيتالي، راني حكمتها باش تشيكازا كيف كيف برك تعوش، نطويها بالشكل هذا. شوف على اثنين كي نطويها هنا، نخلي غير قيمة الخياطة 2 سنتيمتر، هذه تخرج لبرا بالشكل هذا. هنا نعرفوا بلي راه المنتصف، نعدو بالشكل هذا. اللي حاب يدير بالشبال طريقة واحدة أخرى، يحب يدير لي بانس بالشبال وما يحبش يدير بالمطرة. جي هنا الكتف، سنحكمها بالزيت بانجل، هي نفس الطريقة وتعطيكم نفس القياس. تخليو إصبع واحد للخياطة، تعينوها هنا، تجيو تقيسوا من هذا اسمها هذه تولي خياطة، تقيسوا شبر وربع صباع بالطريقة هذه، تعرفوا البداية تاع البانسة تاعكم ونطيح. زيدوا شبر آخر، تعرفوا طول تاع البانسة بكل بساطة باليدين ثاني تصلح. نزيدو نقيسو دوكا، نرسمو البانسة للجهتين مع بعضها بنفس طريقة الأمام، ترسمو الشكل هذا وهي مطوية. ترسمو البانسة وتجيكم معدولة وصحيحة إن شاء الله. تقسموها هنا في المنتصف هنا، تخرجوا بإصبع تعينوا النقطة وتوصلوا بين النقاط بالشكل هذا المنحني، تحصلوا على البانسة تاعكم بكل سهولة بلا قياسات بزاف وحسابات. كان نقيسو ثاني بالمتر، شوفوا كيف دايما نلقاوها من لهنا 31 سنتيمتر ولا 30 سنتيمتر، هي من الأفضل 30 سنتيمتر. جاتني زايدة شوية بالشبر، كل واحد يدو نعاود نقيس، لازم تجي 22 سنتيمتر طول تاع الدرس هكا. ودوكا نحكمو لي زيبانغ لهنا في ديك البانس في المنتصف، باش تبقى لنا غير الخياطة هذا مكان والطبطين. هكا نكونو كملنا التفصيل بكل سهولة وبراعة، طريقة سهلة وبسيطة. نحلو دايما الفستان، نحيو لي زيبانغ، قلتلكم راني حكمتو على جال طرزة باش ما تعوجليش. تجيني الموتيف في النص، نفتح، نزيد نجي نطوي كيما هكا، نحكم البانسة لي زيبانغ. طبطين حبيباتي نذكر ونعاود، نحطو لكم في صندوق الراف تاعو في صندوق الوصف. اي طريقه تحبوا، اي فتحه رقبه بطنوها بالطريقه اللي وريت لكم، ما ماهيش حاجه صعيبه، حتى كي يعود خالص كبير تبطنوه بالشكل هذا. هكا نكون كملت تفصيل، دوكا نروحو للخياطه. هذا هو الخلف، هذه العتبة تاعو وهذا هو الخلف كما راكم تشوفوا فيه. نبداو الخياطة حبيباتي، حنوريكم باللي المراوح فصلتهم حسب شكل الموتيف. الموتيف عندها شغل منقار هنا، طبقتها كاثنين وفصلت حساب 20 سنتيمتر هكا عرض وفصلتهم، سمحت تبعت الطرزة وسجفتهم بالساتان كيما فصلت، كيما سجفت فتحة الرقبة. شوفوا كيف درت الطبطين هاهو، واني دوك نحط لكم الرابط وتتعلموا لي ما شافوش من قبل يشوفوا. هذا الامام
وهذا الخلف. دوكا نروحو نخيطو. اول حاجه نبداوها كنخيطو، دائما نبداو بالمراوح كما راكم تشوفوا. انا خيطت نسيت ما سجلتش معاكم، خيطت وكرونتيت ومن بعد قلبت، كي قلبت خيطت لهنا، ها هو جيت هنا وخيطت مرفه، نحكم هنا نخيط هنا، اما خيطت هنا بك خطراش كاين الموتيف. تقدروا نتوما دايما تخيطوا هنايا، تقربوا هنا وتخيطوا بالشح فوق هذا الابيض هذا وتخيطوا. كي زدت خيطت حكمت هذا كامل بالخياطه كما راكم تشوفوها، حكمته كامل بالخياطه تحصلت عليه مخيطين. دائما نشتي نبدا بالاكمام، الاكمام عفوا نفيني الاكمام هما الاولين، ومن بعد نروح نبدا في الفستان. نجيبو دوكا الامام تاع الفستان نبداو نخيطو فيه. انا بديت سخيط لي بانس، راني خيطتهم حيت لي زيت بانجل. دوكا حنبدا نخيط فتحة الرقبة، دوك نبداو مع بعضنا. جبت لكم الكاميرا هنا امامي باش تشوفوا مليح خير من هي. نبداو دائما بالطريقه هذه خيطو. اول حاجه نديروها نديرو بونداري، دائما بونداري باش الخياطه ما تفتحش ونخيطو. تعود عندكم رقبه مطروزه بالشكل هذا، نجيو هنا بحذاها بعد ونخيطو بحذا الطرزه بالشكل هذا. راكم تشوفوا لي زيبانغ بصح ما يصرالهم والو، ها كيما راني نخيط. تبعوها غير بالعقل، توصلوا هنا للزاويه تحبسوا تدخلوا البرا بالشكل هذا وتهزوا في الجيش وتكملوا تخيطوا باش تحافظوا على الانحناءات، هما اللي يخليو لا فورم تاع فتحه الرقبه تجي مليحه ومفين مليح. وصلتوا للزاويه دائما دخلوا الابره بالشكل هذا، تهزوا البيت بيش وتدوروا خيطوا، تبعوا الانحناء تاع الطرزه. تجيكم البانك في الطريق نحيوها، دائما تحبوا تدوروا هزوا البيت بيش دوروا غير بالعقل، توصلوا للزاويه دخلوا البرا وهزوا ودوروا. تبعوها غير بالعقل كما راني ندير، تحصلوا على فينيسيون مليحة 100%. تكملوا ديرو بونداري، مغطين بعد هاكا تكونوا كملتو، تكرونتيو مليح فتحة الرقبة بالشكل هذا. نحيو لي زيبانغ، تكرونتيو بالشكل هذا، المهم ما تفوتوش الخياطة الطريقة هذه. اللي ما يعرفش فيني فتحة الرقبة يتعلم اليوم. كي توصلوا للزوايا هذو كيما هكا دايم تكرونتيو ثلاثة بالشكل هذا، واحدة في المنتصف جهة، واحدة من واحدة من، تكملوا باقي كيما هاك. نحيو لي زيبانغ، تكرونتيو نفس الطريقة طبقوها على الخلف اللي فيها الزوايا بزاف، نفس الطريقة تكملوها وديروها كيما هاك. كي تكملوا تقلبوا بالشكل هذا مليح، دايما هنا في الزوايا ديروا حاجة حاجة. كي عود عندكم ميكرو ولا طرز ولا حابين تبيحوا فتحة الرقبة ودرتوا بلون مغاير كما وريتكم من قبل، تحكموا هنا بليزي بانجل تقلبوا بالشكل هذا، تحكموا هنا باش تحصلوا على الزيادة هذه تاع 2 مليمتر ولا حاجة كيما هاك، يبان اللون هذا مع فتحة الرقبة. وتخيطوا هنا بالشح أو تجيو هنا مادام كتعود عندكم طرزة تجيو هنا وتحكموها بالخياط.
خيطتها وسجفتها كيما راكم تشوفوا، درت ملاقات الكتف، ركبت الخيط هذا هنا كتفين من الخلف، قلت لكم فتحه الخلف تجي مفتوحه كيما راكم تشوفوا، لازم لها خيط متحوف كيما هذا. درنا ملاقات الكتفين هنا الامام والخلف، دوكا بقالنا غير نركبوا المراوح. لكن قبل ما نركبوا المراوح لازم اول حاجه نديروها، قبل ما نركبوهم نروحوا الساعه نحدوا الفستان، دوك نعرفوا فين نحدوه وكيفاه نركبوا له لي زيستراس باه نجيو نخيطوا الكمام هذو. سما القندوره دوكا قبل ما نجمعوها لازم الساعه نركبوا لها الاحجار ولي زيستراس هنا باش تليق الخياطه. اول حاجه نبداو قبل ما نحدو نسخنوا الحديده تاعنا مليح ونحدو فتحه الرقبه مليح مليح باش كي نحطوا لي بيرل نديرو لهم التحديده الاخرى للامام والخلف مع بعضها. نحدوها هي مفتوحه باش تسهل لنا عمليه التحداد. دوكا نبداو نحطو في الاحجار، وين نلقاو فراغ نحطوه باش تزين تولي تلمع اكثر فاكثر كيما راكم تشوفيه. ندير وراني نحدد كيما وريت لكم، خي نعدت لكم في الفيديو تاع التحداد، نعدت لكم الريغلاج تاع الحديده هذه كيفاش ديروه باش ما يحرق لكمش القماش. روحوا شوفوه باش تتعلموا كيفاش تتحدوه وتريقلوه. راني نحدد هنا ما شاء الله بلا القماش، بلا قطعه القماش. بعد ما نكمل الحطان تاع الحجرات هذو كامل نبدا نحدد ونطلق في الفابور بالشكل هذا باش يحكموا مليح. لازم دائما تتاكدوا وتمسوهم باللي راهم لصقوا وعاودوا لهم كي ما يتحدوش مليح، تقوم يتحركوا وعاودوا لهم بالطريقه هذه اللي راني ندير بها. ديروا بنفس الطريقة، تحطوا الأحجار من الخلف لفتحة الرقبة من الخلف بالطريقة هذه، تحاولوا تزينوا بكل بساطة وما تبالغوش بزاف في التزيين. أنا وين نلقى فراغ هكا نحاول نحط باش تولي تلمع وتجي مليحة. حتى الفرم لتحت راني درت لها الاحجار هذو تاع الحديد كيما راكم تشوفوها هاي، ونولي نحدد فيها كيما درنا للصدر من فوق هاو كامل بالاحجار. من بعد نحطوا الحديد دوك نحدو هذا مكان. النوعيه هذه تاع الاحجار يلزم لها الحديده كيما هذه تلصق بطريقه جيده وما تفسدش القندوره وما يتحركش الطرز ويلصق الحجر ما شاء الله. حددنا الفستان ولصقنا ليزيستراس تاع الحديد، نجيبو دركا ليزيستراس هاذي تاع السلسلة ونقصو على حسب تحت الرقبة، كل قطعة نحطوها في مكانها بهذا الشكل، نقيسو بهذا الشكل ونجيبو مقص خاص ونقصو كيما هكا. نجيبو اللصقة ونحطوها في الفراغ هذا، نغلقو داكشي تسيح ونحطو القطعة اللي قصيناها قد المكان هذا. تعدلوها بيديكم مليح باش تجي في المكان تاعها بالضبط. تقدروا تستعينوا بالمقط تعدلوا به. تجيو الجهة الثانية بالشكل هذا، تتكملوا فتحة الرقبة
لازم ساعة تقيسه ومن بعد تقصه. تحطوا اللصقة. الطريقة هذه تكملوا بها فتحة الرقبة والفستان كامل. تحطوا مليح اللصقة، دائما تقفلوها حتى يضرب الهواء تنشف. تحطوا القطعة اللي قصيتوها بالشكل هذا. ليزيستراس يحكم الفراغ هذاك تاع ما بين الطرزات، تجي حاجة زينة وجديدة بالشكل هذا. يعني مع الوقت يتشيح، نجيب الملقة ندير بيه. نكمل دوكا نوضع في الأحجار بالألوان كيما راكم تشوفوا. استعملت هنا 4 ألوان، الكرونا والفير والروز والأصفر، وتخدموا هكا بالتدريج. كل ما تبداو اللون تنتقلوا للون اخر ويجي وكانه مدرج. الالوان اسمها مدرجه بالترتيب في فتحه الرقبه. تكملوا التزيين بالطريقه هذه الفستان كامل حتى تكملوه. هو يدي شوي وقت، لازم تصبروا عليه. الحجاره هذه كيما قلت لكم من قبل لازم كي تشيح تزيدوا تخيطوها بالبرا والخيط باش ما تطير لكمش. كما تقدروا تحطوا اللصقة مباشرة في قلب الوردة، ومن بعد تنظموا الحجارة تاعكم وتحطوها بالترتيب. هكا تجيكم العملية سهلة وسريعة في نفس الوقت، تختصروا بها الوقت. كما راني تشوفوا درت كمل فتحة الرقبة كامل. كما كملت حجار حبيباتي الفستان كما راكم تشوفوا هذا الامام، كملت له حجار ثاني تاع الفاره كامل كيما وريت لكم. قصوا دائما لي زيستراس، ديروا كيما تحبوا، كيما البلاصه اللي حابين تشارجيوها شارجيوها. انا عمرت بالطريقه هذه، وكل واحد يعمر حسب ما هو يحب. تقدروا حتى تشارجيو اكثر من هكا، تقدروا حتى في كل هوايه ديروا لها لي زيستراس. انا شارجيت بالطريقه هذه هكا بزايد. هذو المراوح ثاني دوك هاني شارجيتهم كملتهم. دوكا حنوريكم كيفاش نلصقوا المراوح بالتفصيل. دوك نجيب الكاميرا من بحذايا وتشوفوني كيفاش نستخدم حاجه حاده ولا الفتاق باش ندير ريبلي هنا في راس الكتف. طريقه التلصاق تاعكم كيما درتو معكم في فيديو خاص، نطوي لكم الى 2 ونديرو المنتصف ونعينوه ونحطوه بالشكل هذا هنا في راس الكتف كيما راكم تشوفوا. نحكمو بزيب انجل، نزيدو نجيو في بداية الابط، نقيسو 4 صباع ونمورو وتحطو تحكمو لامونش تاعكم ولا الكم تاعكم. انا هنا درت زيادة فوق في العرض عليها، درت 5 صباع ونحكم لكم بالشكل هذا قبل ما نخيطو. في الجهتين نحكمو بنفس الطريقة، نقيس نفس المسافة في بداية كل ابط ونحكم لكم بزيب انجل باش كي نبدا نحب نخيط نخيط بكل سهوله وما نتعبش كيما هكا. نبداو الخياطه حبيباتي، 1 سنتيمتر نخيطو بالشكل هذا. تبقى لنا 4 صباع المنتصف، نديروها بليات، نساعدو روحنا بالمقص هذا الحاد. واني درت لكم الفيديو هذا خاص وطلقته في القناه بالتفصيل المهم، صورته لكم بالعقل باش تشوفوه وتفهموني كيف نخدم لي بلي بكل بساطه. توصلوا المنتصف تهزوا البيدبيش وتخليوا البره داخله وتكملوا الجزء الثاني عادي تاعكم بكل بساطه. اللي يحب يشوف الشرح مليح يخش الفيديو تاع كيف نخيطوا كوم كورباي ولصقوا في الفستان، تشوفوه بكل بساطه ووضوح. كملوا الخياطة كيما هكا كيما راكم تشوفوا، دائما مستعينين بالمقص. هكا نكونوا كملنا لامونش.
دايما ديرو بوان داري مقصو، شوفو كيفاش جا ما شاء الله هايل. بعد ما نركبوا الاكمام اخواتي نجمعوا الفستان كالعاده، هنا كل واحد يجمع حسب القيس اللي حيديرو. انا يا اخي قلت لكم زدت لها في حق الخياطه، زدت لها في العرض الفستان. اسمع يا خيط كيما هكا، خيط واحد 2 سنتيمتر شوي كثر، تجمعوها من الفوق لتحت كيما موالفين نجمعوا، كيما موالفين نجمعوا الفساتين. ومن بعد تجيو هنا ثاني تغلقوا هنا فتحة الإبط بالشكل هذا، تطويوه الطريقة هذه باش تكون لافينيسيون تاعكم 100%. وني درتها عدة مرات في جميع الفيديوهات تاعي، كيف هنا غلقوا فتحة الإبط تاع كونكور باي ولا مرويحة بالشكل هذا. نبداو الخياطة منا، نبداو الخياطة منا للجهة اللي من هيه تاعكم كيما راح نوريكم دركا في المكانة. حصلوا عليها الفينيا بالشكل هذا، خيطة بشكل جميل. دركا بقتنا غير الكفة، نفتحوا هذه الخياطة اللي على الجنب كما راكم تشوفوا فيها، نفتحوها ونطويو نديرو كفة رقيقة برك، ونخيطوها بكل بساطة. خطرش كاين الأخوات اللي ما ينجحوش في الكفة، أنا أقول لكم الكفة تساعد تسهل لكم، تجيكم سهلة بلا سورجي، تجيكم سهلة وبسيطة، وتخيطوها بكل راحة كيما راني خيطنا كفة تجي مع نهاية العتبة. بعد اللي يحب يعرضها على هكا يعرضها، أنا درت حسب الطول سورجيت وكففت هكا تجي سهلة. تكملوا تكفوا الفستان دركا نوريه لكم كي يكمل ولابساتو المانكان. هاو الفستان كفا كمل، جا بسم الله ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، جا شويه عريض على المانكان، خصورتو بك باش تشوفوه معايا. هاي الفرك فزينتها، طريقة زين كل واحد يزين كيما يحب، تحبو تتشارجيو كثر من هكا هذه حرية خاصة. زينت كيما هكا باش ما نفزتش الطرز وما نمحيش الشكل تاعو. هاي فتحت الرقبه كيف جات الكم ثاني جا ما شاء الله، وكندورها لكم تشوفوها من الخلف فيها لوايه من فوق لتحت، جات بسم الله ما شاء الله. العتبة تاعها كيما الأمام كيما الخلف كيف كيف. سجفت بالمارون كيما شتوني، وريت لكم فتحت الرقبة من الأمام كيفاش نسجف، نفس الطريقة طبقتها على الخلف. دوكا نخليكم اخواتي، ما تنساوش لجام تخلي قناتكم تبان في صفحة البحث، كثروا لجام بزاف باش تعود تبان القناة هذه وتنتشر. بارتاجيوها بكل صدق وامانة. الى اللقاء.